بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل للبرودة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية. بالليل الجو هيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء. كمان في النهاردة شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الجو النهاردة والظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها على مدار اليوم. احنا طبعا اليوم هيكون في مزيد من التحسن والاستقرار في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، تلاشي فرص سقوط الامطار من على اغلب الانحاء. يمكن احنا امس واول امس كان عندنا سقوط امطار في مناطق متفرقه من الجمهوريه. تاثير المنخفض الجوي اللي كان بيأثر علينا امس واول امس تلاشى تماما، وبدا يأثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي. المرتفع الجوي ده هيعمل على زياده فترات سطوع اشعه الشمس بشكل كبير، يعني ما فيش اي سحب مؤثره ممكن يكون معاها سقوط امطار، فبالتالي تلاشت فرص سقوط الامطار، استقرار في الاحوال الجويه، لكن هيكون معانا استمرار انخفاض قيم درجات الحراره فترات النهار وايضا فترات الليل. اليوم العظمى على القاهره الكبرى خلال فتره النهار ما بين 18 ل 19 درجه مئويه، اجواء نقدر نقولها شتويه مائله للبروده على المناطق الساحليه المطله على البحر المتوسط، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد، اجواء دافيه على المناطق الجنوبيه، جنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده بيكون فتره النهار مع كمان شده الاشعه الشمسي، لكن فور غياب اشعه الشمس ودخولنا فترات الليل، خاصه ان فتره الليل طويله بيحصل انخفاض تدريجي في قيم درجات الحراره، بنيجي اوقات الفجر وقت الصباح الباكر بتكون فيها الاجواء الشديده البروده في معظم محافظات الجنوبيه، توصل احيانا لحد الصقيع على المزروعات الموجوده في وسط سيناء او محافظه الوادي الجديد نتيجه انخفاض قيم درجات الحراره فترات الليل بشكل كبير لاقل من 5 درجات في بعض الاماكن. وناكد كمان على ان المناطق الصحراويه المدن الجديده بتحس بالبروده اكتر، بتحس اكتر بانخفاض قيم درجه الحراره. كمان اليوم الشبوره المائيه بتكون شبوره مائيه خفيفه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، تتلاشى فور سطوع اشعه الشمس، يعني ما بتاثرش بشكل كبير على حركه المرور، انخفاض بس طفيف في الرؤيه الافقيه فترات الصباح الباكر. اليوم متوقع ان يكون في نشاط رياح على بعض المناطق من غرب البلاد، بعض المناطق من الصحراء الغربيه ومحافظه مطروح، نشاط الرياح ده سرعته هتوصل ل 40 كيلو متر على الساعه، فبالتالي هيكون مثير لبعض الرماد والاسربه. لكن باقي مناطق الجمهوريه سرعات رياح قليله، يعني نشاط نسبي للرياح، مش هيكون في نشاط رياح واضح، فبالتالي استقرار في الاحوال الجويه. من بكره ان شاء الله نبدا نتاثر بكتل هوائيه صحراويه بشكل كبير، هيتني معانا المرتفع الجوي للطبقات الجو العليا، فبالتالي هيكون في ارتفاع تدريجي في قيم درجات الحراره. فمن بكره هنبدا نحس بالاجواء فيها دفء اكتر، فيها استقرار اكتر في الاحوال الجويه، مع نهايات الاسبوع العظمى على القاهره الكبرى هتوصل 22 و23 درجه مئويه، اجواء مشمسه ودافئه بشكل كبير فتره النهار، اللي هناكد عليه فترات الليل هيظهر فيها انخفاض في قيم درجات الحراره، فمهم جدا ما ننخدعش باشعه الشمس والاستقرار في الاحوال الجويه، ونغير نوعيه الملابس، ان لسه معانا انخفاض في قيم درجات الحراره في فترات الليل، هنحافظ على ارتداء الملابس الشتويه الثقيله في فترات الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر. الشبوره المائيه هتبقى هي الظاهره الجويه المؤثره خلال الايام المقبله، فلازم تكون القياده بتقتان فترات الصباح الباكر على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وطبعا نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه. طيب قبل ما ننهي اللقاء مع حضرتك، طمنينا بقى ايه الاماكن اللي نقدر نروحها في الوقت ده من السنه بيبقى الجو فيها دافي، خصوصا ان احنا خلاص في ولاد كتير لينا اخذوا الاجازات النص السنه وممكن يغيروا جو في اماكن دافيه. هو طبعا المناطق المطله على البحر الاحمر ليه دفء بشكل كبير فترات النهار، يعني احنا بنسجل قيم درجات حراره لما بيكون حتى في انخفاض 22 23 الايام المقبله، قيم درجات حراره 26 27 درجه مئويه، ده فترات النهار. كمان البروده ما بتبقاش موجوده بشكل كبير فترات الليل، خاصه في شرم الشيخ في الغردقه، يعني طبعا الاماكن اللي خاصه فينا فيها بروده بشكل كبير فترات الليل، بس اغلب المحافظات المطله على البحر الاحمر بتكون طبعا مؤهله بشكل كبير ان احنا نستمتع بالاجواء الشتويه فيها، لان طقسها دافي. طبعا المناطق كمان الجنوبيه، جنوب الصعيد، الاقصر واسوان، المناطق دي دافيه بشكل كبير فترات النهار
فترات الليل هي اللي فيها البروده بشكل كبير، بس برضو فترات النهار دافيه، الاجواء فيها مستقره الحمد لله بشكل كبير في فصل الشتاء، لان فرص الامطار كان فيها ما يعني ما بتبقاش موجوده بشكل كبير. اغلب فرص الامطار بتبقى موجوده في فصل الشتاء في المحافظات الشماليه اللي هي السواحل الشماليه او الوجه البحري او القاهره الكبرى. ويمكن كمان احنا الايام اللي جايه تحديدا حتى نهايه الاسبوع مطلع الاسبوع اللي جاي في استقرار في الاحوال الجويه في كافه المحافظات. يعني هي التقلبات الجويه بتبقى كل اسبوع، لكن احنا لحد بدايه الاسبوع اللي جاي في استقرار في الاحوال الجويه. فلو عاوزين كمان نخرج في المناطق المطله على البحر المتوسط هي طبعا نقدر نستمتع بالاجواء. بشكرك شكرا جزيلا الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره للعظمى فيها 18 والصغرى 11، العاصمه الاداريه 19 10، اسكندريه 19 11، والعلمين الجديده 18 10، مطروح 19 9، ودمياط 19 12، بورسعيد 20 12، الاسماعيليه 19 11، والسويس 19 11، العريش 20 9، وكاترين 13 3، وطابا 18 11، حلايب 23 18، شلاتين 26 16، شرم الشيخ 24 15، الغردقه 23 14. الفيوم العظمى فيها 18 والصغرى 10، بني سويف 19 8، الوادي الجديد 20 6، اسيوط 18 5، سوهاج 20 7، قنا 22 7، الاقصر 22 8، واخيرا اسوان العظمى فيها 23 والصغرى 9. مشاهدينا دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه. ومره ثانيه هنرجع لباسانت محمد نكمل معاهم فقراتنا. نشكرك يا لميا، شكرا ليكي.